ننتقل إلى قارئ آخر وهو كذلك من القراء المعروفين المشهورين بهذا البلد المبارك الكريم الذين يمثلونه داخله وخارجه، وهو القارئ يونس سويلس، فليتفضل مشكورا. يونس سويلس هو كذلك حائز على عدة مسابقات وطنية ودولية، من أبرزها جائزة محمد السادس الوطنية، وشارك في عدة برامج وطنية ودولية، فليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.